افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الدورة العلمية الأولى لمسؤولي الإذاعات الإسلامية وكبار المذيعين بأكاديمية الأوقاف الدولية. انطلاقا من دور وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها ولتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش، جاء افتتاح فعاليات الدورة العلمية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بمقر أكاديمية وزارة الأوقاف الدولية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وممثلين لهيئات الإذاعة والتلفزيون بمنظمة التعاون الإسلامي يمثلون 21 دولة من أجل تنمية أسس المواطنة والسلام المجتمعي. هذه رسالتنا في نشر الوعي الصحيح في مختلف دول العالم، وده دور مصر القيادي إيمانا منا بأن المصلحة واحدة وأن الهدف واحد، وهو نشر سماحة الأديان وبيان سماحة الأديان والإسهام في السلام العالمي. وبنقول بنحاصر التطرف والإرهاب أينما كان، من حيث أن التطرف إذا انتشر في أي مكان في العالم كان خطر على باقي الأماكن. النهاردة موجود رؤساء تلفزيونات 25 دولة، كبار الإعلاميين في 25 دولة، رؤساء الإذاعات في 25 دولة، ده مش عدد قليل. يمكن بعضهم يأتي للقاهرة للمرة الأولى، عمر وزير مصر قبل كده بيجي بيشوف مصر، بيتعرف على مصر، على أفكار مصر، بيتعرف على زملائه من إعلاميين مصريين، بيتعرف على زملائه من دول أخرى. إحنا بنشمل 4 قارات، يعني ما اعتقدش الفرص متاحه ان هم يلتقوا بشكل كبير، فاحنا بنحاول نحقق دوت، وان شاء الله الدوره دي تجني ثمارها. الدوره مدتها 2 أسبوع، وان شاء الله في نهايه الدوره اللي بتقام في اكاديميه الاوقاف سوف يتم تخريجهم وانهم شهادات تدريب ان شاء الله باذن الله، وان هم اتموا هذه الدوره. مناقشتنا وموضوعاتنا دارت بين اعضاء اتحاد الاذاعات الاسلاميه وممثلي وزاره الاوقاف عن كيفيه تعزيز الوعي بالمواطنه في الممارسات الاعلاميه. هناك اعاده لاحياء دور اتحاد الاذاعات الاسلاميه الذي بدا في منتصف السبعينيات وبالتحديد في عام 1975، بدا باهداف مهمه للغايه كلها تعمل في إطار خدمة الإسلام والمسلمين في دول العالم كافة، في أكثر من 57 دولة أعضاء في هذه المنظمة المهمة. وإنه الإعلام له دور كبير جدا في توجيه الشباب، عشان كده إحنا عملنا الدورة هذه واخترنا منها مجموعة الحمد لله مختارة من المذيعين والمذيعات في الدول العربية والإسلامية، وإن شاء الله تكون باكورة الإنتاج الدورات بيننا وبين وزارة الأوقاف. الدورة التدريبية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية تستمر حتى 24 مايو الجاري، وتتضمن ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية لأكاديميين متخصصين في الشأن الديني والإعلامي. تعاون ثقافي وثيق بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ووزارة الأوقاف المصرية لتأهيل الإعلاميين في صياغة رسالة إعلامية تعزز من قيم المواطنة والسلام المجتمعي، ليأتي الدور على المؤسسات الدينية والإعلامية في نشر هذه القيم وبناء الوعي الصحيح في العالم الإسلامي. من داخل أكاديمية وزارة الأوقاف الدولية، أحمد ممدوح، التلفزيون المصري.